التعليم وإزالة الألغام ورفع الأنقاض مهام ثلاث لها الأولوية ضمن خطة عمل المجلس المدني لمدينة الرقة، والتي تهدف لإعادة هيكلة المناطق والقرى المحررة، وذلك بعد انهيار البنية التحتية نتيجة الحروب الدائرة فيها. كلنا يعلم بأن البنية التحتية في مدينة الرقة انهارت تماما نتيجة الأعمال الحربية، فنحن نتطلع بأن نقوم بنفس الأعمال والأشغال ضمن مدينة الرقة بعد إيلاء الأهمية لقضايا التعليم، ومن ثم إزالة الألغام، ثم رفع الأنقاض. هذه ثلاث مهام ضمن مدينة الرقة نحن نستعد لهذه المرحلة، وبعد المراحل الثلاثة سيتم تقديم الدراسات الفنية اللازمة لإعادة إعمار رقة. وأوضح مستشار المجلس المدني لمدينة الرقة عمر علوش أنهم على استعداد لهذه المرحلة، حيث سيتم تقديم دراسات فنية يتم من خلالها إعادة إعمار الرقة. تم وضع برامج تقييمية لدراسة كافة المناطق من الناحية التعليمية، ومن الناحية الصحية، ومن الناحية الخدمية، ومن جميع النواحي التي تخص الحياة المعيشية لأهالي محافظة الرقة. واستنادا وبناء على تلك الدراسات التي شملت المجال الصحي والتعليمي والخدمي والإداري، تم وضع هذه البرامج في قيد التنفيذ. وأشارت رئيسة المجلس المدني لمدينة الرقة ليلى مصطفى إلى أنه تم وضع برامج تقييمية لدراسة كافة المناطق من النواحي التعليمية والصحية والخدمية وغيرها.